اهلا بيكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا دايما لما بتكلم عن توبيك او موضوع جراحات السمنه دايما بكلمكم عن حاجه اسمها المعادله او الايكويجن، اننا زي ما بنكون حريصين جدا جدا ان احنا نكلم حضراتكم على كل الاوبشنز او الاختيارات اللي موجوده قدامكم في جراحات السمنه، سواء بتكلم على تكميم، تحويل مسار، ثنائي التقسيم، عمليه الساسي، عمليات لسه بنشوف مع حضراتكم هل تناسبكم ولا لا، وبتناسب مين فيكم، مين الشريحه اللي ممكن تكون بتناسبها كل عمليه ومين الكانديديتس ليها. زي ما بنكون حريصين جدا جدا ان احنا نتكلم على الجزء الثاني من المعادله ويمكن كمان الاهم، وهو اختيار الجراح الماهر اللي يقدر يجمع ما بين خبرته العلميه والمهنيه والطبيه وبرده مشاركته في المؤتمرات العالميه واضافته اللي بيشهد لها العالم في كل عمليه من اللي بنتكلم عليهم. ودايما بقول لكم ان المعادله دي او تحقيق المعادله والايكويجن دي صعب جدا ونادر جدا، الا مع ضيفي اللي كل فخر النهارده ان هو موجود معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز. اسمحوا لي ارحب باستاذ دكتور احمد السوري، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. اهلا بيك يا دكتور احمد ومنور شاشه اكسترا نيوز. ميرسي، شكرا. اول حاجه يا دكتور، الناس او المشاهدين دايما بتوعنا عايزين يعرفوا ايه الفروق ما بين كل عمليه بنتكلم عليها في جراحات السمنه، يا ريت توضح النقطه دي. هو الحقيقه تاريخ جراحات السمنه طويل جدا، بدا من اول ما كان عمليه تحويل مسار المعده وتدبيس القديم للمعده وعمليات اخرى تكاد تكون انقرضت. لكن في عمليات تم تطويرها وعمليات استحدثت من أول وجديد. رحلة البحث العلمي دي ما جاتش من فراغ. تحويل المسار كان عملية قوية جدا، لكن كان له مضاعفاته. معدة صغيرة، مريض ما بياكلش كويس، بيرجع، في نقص فيتامينات، أحيانا في إسهال متكرر. فكان الخلاصة إن المريض بيخس لكن مشوب بضعف في صحته العامة، بنقص فيتامينات، بيحتاج ياخد أدوية العمر كله. ترهل، شحوب، مش ده النتيجة اللي الإنسان بيبقى منتظرها. صح. لما يحقق نزول في الوزن. عشان كده بنقول إن نجاح العملية لا يتحقق فقط بالنزول في الوزن. نجاح العملية يتحقق بالنزول في الوزن، النزول الصحي. المصحوب بتحسن في الصحة العامة. لو احنا حققنا التارجت ده بالظبط كده، وده فعلا اتعمل له حاجه اسمها كواليتي اوف لايف اندكس. واول اسئله في الكواليتي اوف لايف اندكس بتيجي عن الساتسفاكشن، الرضا، رضا المريض بالنتائج اللي حققها. اوكي، مش هو كام كيلو دلوقتي. العمليات لما اتعدلت كان الهدف منها ان احنا نظبط الايكويشن اللي حضرتك بتتكلمي عليها او المعادله دي، ان احنا المريض يخس قد ايه، بس ازاي نتجنب ان هو يحصل له دروب في حاجه معينه. تفصيله العمليات اتعدلت مره واثنين وثلاثه. عشان كده لما يجي لك مريض يقول لك انا عامل عمليه تحويل المصغر للمعده، تمام، وانا تعبان جدا وعندي مشاكل، ومريض اخر يقول لك انا عامل عمليه التحويل المصغر للمعده وراضي جدا، بس انا ما عنديش مشاكل، ما برجعش، ما عنديش نقص فيتامينات، خدت فيتامينات 6 شهور ووقفت، نشيط، اتخلصت من السكر، من الضغط. طب ايه الفرق في النموذج؟ الاسم واحد بس عمرك ما تقول ان العمليه واحده. التكنيكس واحده، التكنيك والفكره والبلان اللي الجراح عملها. دي في جزئيه البيشنت سيلكشن او اختيار بقى المريض المناسب للعمليه المناسبه، العمليه المناسبه للمريض المناسب بالطريقه المناسبه. اوكي، انا ممكن اختار لمريض التحويل المصغر بس اقول انا هعمل الباوتش او حجم المعده كذا. أوكي. طول الامعاء على كذا، قطر التوصيله بينهم على كذا، عشان المريض ياكل قد ايه في الوجبه. تمام، ياكل كل قد ايه، كل حاجه محسوبه بالظبط. الكلام ده هو ده اللي احنا بنقوله الخبره اللي بتعتمد على البراكتس، على عدد الحالات والدراسات اللي قدر الجراح يعملها. تمام. انه لما عمل حالات بالطريقه الفلانيه لقى المريض كذا ولقى كذا، فبيوصل في الاخر التفاصيل الدقيقه دي توصله للعمليه المثاليه اللي احنا بنتكلم عليها. التكميم ممكن يبقى عمليه مثاليه. اوكي، تحويل المصغر ممكن يبقى عمليه مثاليه. بالظبط. الساسي ممكن تبقى عمليه مثاليه.
الباي بارتيشن عملية هي طبعا مختلفة عن الأساسي، لكن مش مشهورة ومش هي اللي بيتكلموا عليها ويقولوا أساسي أو ثنائي التقسيم. لا، هم مش واحد، هم شايفين الاثنين واحد، دي مسميات بس مختلفة كده دول. بالظبط. لكن الحقيقة هي عملية مختلفة خالص إجرائيا ونتائج، والعملية اللي بتتعمل في مصر ما هياش الباي بارتيشن أصلا، هي الساسي. يعني هي مفيش هم بيطلقوا عليها باي بارتيشن اعتقادا ان هي عمليه الساسي، لكن في فرق شاسع طبعا. طب اول عمليه معانا ويمكن هي اللي بتناسب الشريحه الاكبر من مرضى السمنه المفرطه هي تكميم المعده، ويمكن دي اكتر عمليه بيجي لنا اسئله كتيره جدا عليها، هل هتناسبني ولا لا؟ انا عايز اعرف العمليه دي بتتم ازاي. بص حضرتك، تكميم المعده ببساطه هي ان احنا بنشيل جزء من المعده زي اللي قدامنا كده، الشكل بيعمل كده الدايجرام. بالظبط. وفي ناس بتعتقد ان هي الرسمه دي وسهله كده، والادوات هي بتقص وتقطع لوحدها وبتعمل التئام، فخلاص كده كلنا نقدر نخش ونشيل جزء من المعده ونقول ده تكميم. تمام. الموضوع العمليه ممكن تتم اجراءها، المريض هيخس، ما لازم يخس، ما هو ما احنا شلنا جزء من المعده ايا كان، كبير صغير ثلاث ارباع نص، لازم هيخس اكيد. طيب هيخس بدون مضاعفات؟ ممكن في القصه دي يسيب جزء ضيق من المعده. اوكي. ودي غلطه مشهوره. الكيرف، لو نعرض الصوره بتاعت المعده، المعده لها كيرف مش نازله ستريت. لو احنا بنقطع المعده ما خدناش نفس الكيرف باستخدام الادوات الانجيوليتد الحديثه اللي تاخد كيرف معانا محترم زي ما حضرتك شايفه، هي لها كيرف. تمام. وانا هقص واشيل. لو انا اخدت الادوات العاديه الستريت، يبقى انا هاجي عند الانجل بتاع المعده وامشي قصادها ستريت، يبقى انا ضيقت المعده. تمام. ده مريض هيرجع باستمرار، مش هيعرف ياكل بروتين، هيقولوا له بقى اضرب الاكل في الخلاط، اقعد ست شهور ما تاكلش بروتين، عذاب. وبما انه ما اكلش وما خدش التغذيه المناسبه، هو عنده نقص فيتامينات. احنا التكميم ما بندروش فيتامينات اصلا. بالظبط. لكن ناس كتير بتدوله فيتامينات. لا قدر الله عرضه لما يخنق المعده في حته، ان البريشر يعلى جوه المعده ويعمل تسريب، الضغط على المعده عشان في انسداد. اوكي. تخيلي طريق مسدود وفي بريشر، اكل بينزل من فوق ومعده بتتمدد وترجع. تمام. كل ده على ستيبل لاين او خط التدبيس اللي لسه ما قفلش. اوكي. فنرجع نقول هو ليه في حالات تكميم يحصل لها بيقولوا احنا تسريب. بنرجع وبنعمل عشان التكنيكاليتيز او التقنيات غلط. بالظبط. يبقى احنا ما احترمناش الاناتومي الطبيعي. اوكي. عشان كده احنا بقول لحضرتك، هو في الاول لازم الجراح يبقى دارس اناتومي وفيسيولوجي بتاع المعده الاول. أوكي. يعرف المعده دي الاكل بيمشي فيها ازاي وبسرعه ايه، والاكل فين اللي بيقف، وفين الجزء اللي بيجمع اكل، وفين الجزء اللي فيه الهرمون بتاع الجوع، وفين اللي فيه الهرمون بتاع الحرق. مش حاجه بتطبق على كل الكيس. بالظبط. ما هياش ورقه وهنقصها بمقص. دكتور احمد، بتختلف منين بقى من التكميم اللي بنقول عليه المعدل او المطور؟ دي برضو احدى التعديلات اللي اتعملت على التكميم. لو هو التكميم ينفع يبقى عملية مثالية لو اخترناه صح. تمام. طيب اخترناه صح، وفي نسبة من الناس برضو ممكن المعدة تتمدد. لان التكميم زي ما بنقول هو عملية قوية، لكن نسبة الرجوع في الوزن في احسن الاماكن في العالم في الخمس سنين بتعدي 10%. يبقى في نسبة لازم هيتمددوا ويرجع له. أوكي. طيب النسبة دي احنا بنيجي نخيره، نقول له طب احنا عملنا تكميم والمعدة اتمددت، الحل بتاعك انك تعمل تحويل مصغر. التحويل اقوى ويعتبر عمليتين في بعض، حتى لما المعدة توسع احنا عندنا خطوة التحويل اللي بتمنع الامتصاص. اوكي. فهي عاملة كنترول بقى. فهي بالظبط. حتى الاكل لما يزيد مش هيمتص 70% منه. طب قبل ما نتكلم بقى في جزئية تحويل المسار او جراحة تحويل المسار، انا عايز اعرف بالظبط الصورة دي بتشرح ايه. التحويل المصغر للمعده ان انا بعزل جزء. تمام. لا اسف، ده الباندد سليف. اوكي. ده الحزام اللي احنا حطيناه حوالين التكميم. تمام. المرضى اللي هم حصل لهم تمدد رغم ان العمليه معموله صح بعد خمس سنين، دي معناها ان المعده بتاعته، وان كان دي نسبه قليله جدا، لان الحقيقه بنلاقي 99% منهم العمليه كانت معموله غلط، يعني هو سايب الفندس اللي هو الجزء اللي بيتمدد، او سايب الانترم اللي فيه الهرمون اللي بيقلل الحرق، فالنتيجه ما بتبقاش كويسه والمريض بيتخن. أكيد. ده مش لازم نحط له الباند، ممكن نعمل له تكميم تاني بس صح، او نقلب التكميم لتحويل.
طب هو احيانا يقول لي ايه؟ طب انا عايز ضمان ان المعده دي ما تتوسعش تاني. نعمل له ايه؟ نحط له البند. اوكي. او للي عارفين ان هو مع ان العمليه اتعملت له صح وبيبقى معانا السي دي بتاع العمليه سواء عاملها بره او في اي مكان، بنشوف فعلا ان الجراح عملها صح والمعده اتمددت، بنقول له لا، يبقى احنا لو انت عايز التكميم هنحط لك حواليها بند. اوكي. البند لو تاخدي بالك هي فكرتها ممكن الناس ما تتخيلهاش، هل الرنج الصغيره دي اللي قطرها سنتي هي اللي بتتحكم، هي اللي هتمنع ان المعده دي بطولها وعرضها تتمدد؟ اه. ليه بقى؟ لان الرنج دي احنا بنركبها تحت بدايه المعده ب 4 سنتي، وبعدها في 12 سنتي من طول المعده. ال 4 سنتي دول هم اللي هيتمددوا شويه، لان الاكل المعده هتبتدي توسع سنه هتيجي تقف عند الرنج. اوكي. اللي تحت الرنج مش هيوسع، لان انا دايما بشبهها زي اشاره المرور او الكمين بتاع الشرطه اللي العربيات بتيجي قبليه تتزحم وبعديه تلاقي السكه سريعه جدا. أوكي. فمفيش بريشر عالي، مفيش ضغط على جدار المعده اصلا. تمام. لان الباند وقفت قبلها واللي بعدها هيبقى سهل المرور. تمام. ففعلا المعده ما بتوسعش تاني في تلتينها اللي تحت او تلات او 80% من الجزء اللي تحت. أوكي. والجزء اللي فوق بس هو اللي يتمدد شويه، واحنا عايزينه يتمدد شويه بالظبط عشان المريض يقدر يحسن اكله. فبتبقى العمليه مرسومه بالطريقه دي، ان المريض بس طبعا اختيارها برضو لازم المريض ما يكونش عنده ارتجاع. أوكي. وهو انا لازم ابقى عارف كل ما حول هذه الطفره كلها. يعني ما ينفعش اقول ده كذا، طب اعمل له بند، طب ده العين كان عنده ارتجاع في المريء، طب ده عنده ارتجاع شديد بسبب البند، طب ده هدخل اشيلها، يبقى انا برضو حسبتها غلط، ما عملتش حاجه بالظبط. فانا عايز اقول لحضرتك الحلول كتير، الطرق الجراحيه كلها يمكن تفصلها لخدمه الكيس. اوكي. لكن مين بقى اللي هيعمل المعادله؟ مين اللي هيفك اللوغاريتم؟ خبره الجراح. خبره الجراح والبراكتس الكتير. ويمكن كمان انا دايما بتكلم على مشاركه حضرتك في كل عمليه بنتكلم فيها، دايما بيبقى في اضافه العالم كله بيتكلم عنها. في جزئيه معينه وهي تحويل المسار، في ناس كتير تقول طب سنس ان هي دي الابجريد او هي دي ممكن اللي تكون نسبه نجاحها اعلى او الدكتور اتكلم عليها كتير، يبقى هي دي اللي اروح لها على طول. هل الموضوع قبل ما نتكلم في تحويل المسار باستفاضه بيبقى في ايد المريض ولا لا؟ لا، هو اكيد المريض وهو جاي لجراح بيثق فيه ما بياخدش قرار ويطلب تنفيذه. هو في الاخر ممكن يبدي رغبه في حاجه معينه، انا سمعت كذا، انا شفت قصص نجاح كذا بالظبط، وبيستفسر من الجراح. فلما بيفهم، واحنا بنشرح بنفس الطريقه البسيطه اللي احنا بنشرح بيها دلوقتي للناس، فبيدرك ان لا، المعلومه اللي عنده دي كانت غلط وان دي المعلومه الصح. أوكي. فبياخد برايه ده، لان احنا في الاخر بنقول له دي مصلحتك، واحنا بنعمل دي وبنعمل دي، بس دي هتفرق معاك في الحاجه الفلانيه بالظبط. فيعني تقريبا اولموست كل المرضى ما بيعندوش في حاجه زي كده. طب تحويل المسار بقى بتختلف عن التكميم في التكنيكاليتيز ازاي؟ مبدئيا خلينا نسميها التحويل المصغر عشان نحاول نمسح من دماغ الناس كلمة تحويل المسار عشان ما يرتبطش بتحويل المسار القديم. أوكي. التحويل المصغر في المعدة هو زي التكميم بس بضيف عليه خطوة تانية. ايه بقى؟ بشيل خطوة واضيف خطوة. انا بعزل جزء من المعدة اللي انا كنت بشيله في التكميم. أوكي. لكن ما استأصلتوش، ما شلتوش تماما، ما شلتوش، انا استبعدته زي موجود الصورة اللي قدامنا بالظبط. هو موجود وبيقوم بوظيفته عادي خالص. أوكي. والدوره الدمويه واصله له. لكن استفدت ان الجزء الاخر من المعده اللي هو كان زي التكميم بوصله على طول معين بالامعاء. تمام. بحيث ان اول طول من الامعاء اللي انا هوصل بعديه اللي هو عاده بيبقى 2 متر في حالات السمنه المفرطه او اقل حسب وزن المريض. اوكي. يخلي امتصاص الاكل والنشويات والسكريات يقل بنسبه 70%. ده معناه ان المريض عنده حريه اكثر انه يكتر في انواع تانية كنا في التكميم بنحذره منها، زي المياه الغازيه، زي العصاير، زي التارت، زي الشوكليت. الحاجات دي كانت نقطه ضعف في التكميم، لو كتر منها هيرجع يتخن. صح. في التحويل المصغر بنقول له لا، خد راحتك اكتر بكتير، يعني هي اللي عامله كنترول او هي اللي بتحمي نفسها. هو هو لو كتر مش هتمتص. فمش هتفرق بالنسبه لنا الى حد كبير،
لكن برضو مش بنخليها مدعان المريض يكتر، لكن بنقول له انت عندك حرية اكتر انك تاخد حياتك وراحتك في الاكل، خصوصا ان في ناس السويتس بالنسبه لهم حاجه اساسيه ادمان، يعني كونك تقولي له لا اتحكم يقول لك لا مش انا ما تعتمدش عليا في النقطه دي خالص. فعلى طول بنقول له لا، طالما كده يبقى نعمل عمليه مضمونه، ما نجيش بعد سنه ولا اتنين نقول احنا دخلنا تاني بالظبط. طب انت بقى بنروح لثنائي التقسيم، في ناس كتير لسه بتسمع الترمينولوجي ده او المصطلح بتقول انا مش عارفه ايه ثنائي التقسيم دي، او هل هي انجح من العمليات اللي بنتكلم عليها ولا لا؟ عمليه الـ 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 اللي هي الساسي اللي هم بيقولوا عليها ثنائي التقسيم، اوكي دي حاجه حاجه الساسي ميكس بين التكميم وبين التحويه. ايه فايدتها؟ يعني ليه ما اعملش تكميم بس وخلاص وليه ما اعملش تحويل بس؟ احيانا بيبقى المريض مثلا هي الساسي فكرتها ايه؟ انا بعمل تكميم عادي خالص تمام وبشيل الجزء من المعده يبقى استأصلته تمام، وبعدين يبقى المعده ماشيه ولها فتحه التصريف الطبيعيه بتاعتها بتاع البايلورس زي التكميم، وباجي بعد طول معين من الامعاء اوكي وارجع اوصل الامعاء بفتحه تانية في المعده برضه، يبقى المعده اصبح لها فتحتين، الفتحه الرئيسيه اللي بتطلع على التكميم والفتحه التانية اللي انا عملتها بعد طول معين وصلتها بالامعاء. اوكي يبقى الاكل اللي هينزل من المعده هيلاقي سكه يمشي فيها لفتحه المعده عادي والفتحه اللي انا عملتها. اوكي خبره الجراح عشان ياخد النتيجه المرجوه من الساسي انه يخلي تلت الاكل بس يعدي في سكه وتلتين الاكل يعدي في السكه الثانيه بتاعه التحويل. طب هتقولي لي ازاي؟ هو ده اللي احنا بنقوله. العمليه قدام الوصف سهله خالص، لكن الجراح لو ما عرفش يحدد المكان بالظبط اللي يعمل فيه التوصيله بين المعده والامعاء بحيث انها تبقى ديبندنت، تبقى في مستوى اكثر انخفاضا من الفتحه الطبيعيه بتاعه المعده اللي بيها الاكل بالجرافيتي معظمه هينزل هنا وشويه هينزل هنا، خصوصا اللي هينزل بالجرافيتي اكتر السوائل. يعني احنا عاملينها كانها زي البلاعه كده في التويلت، بتلاقي المستوى منخفض، تلاقي الميه بتجري ناحيه المكان المنخفض. وده اللي احنا بنعتمد عليه، ان السويتس والشوكليت والمياه الغازيه بتبقى سايله اوكي وبتمشي بالجرافيتي هتروح ناحيه المكان الاكثر انخفاضا تمام، وده اللي بيحصل فتعدي في سكه التحويل. اوكي والاكل العادي والرز والمكرونه هتبقى بالك فهتملى فوليوم فهتمشي هنا وهنا، هتروح هنا وهنا. مين اللي بنقول لهم انتوا ما ينفعلكوش اصلا غير العمليه دي غير الساسي؟ لا هو ما فيش كده الحقيقه، لان الساسي بنعمله بالعكس في حالات استثنائيه. الرول عندنا يا التكميم يا التحويه، لكن الساسي امتى نعمله؟ مريض بيقول انا متوسط في الحلويات أوكي. مش قوي هو عارف ان استهلاكه متوسط مش مدمن عليها، لكن احيانا نفسي بتروح لها اوكي وانا معجب جدا بالتحويل بس ايه بقى مش عارف يلتزم مثلا بس مش هاخد مش عايز اخد الفيتامينات الست شهور الاناتومي بتاعها بالظبط شكله عامل كده الاكل نازل له سكتين اوكي السهم اللي داخل ناحيه المعده ناحيه المجرى الطبيعي بتاع المعده والسهم اللي بيعمل في التوصيله اللي احنا وصلناها اللي هي تعتبر التحويل. طب دلوقتي دايما احنا كنا بنقول ان تحويل المسار هي ممكن نقول عليها الافضل لمرضى السكر، وبعد كده في فتره قلنا لا ممكن التكميم كمان يوصل لنفس النتيجه. طب هل الساسي ممكن برضو توصلنا ان احنا نتخلص تماما من مرض السكر، ولا ما نرجحهاش، او دكتور احمد ما يقولش لا انا اي ريكومند حاجه زي كده؟ ترتيب قوه العمليات لعلاج السكر التحويل يليها الساسي يليها التكميم. اوكي التحويل هو الأقوى والتكميم هو الأقل في علاج السكر تمام، والساسي لأن فيها جزء يعتبر تحويل فهي الوسط اللي بينه هي الوسط، وعشان كده بنلجأ ليها لما يبقى سكر بسيط حديث مريض وزنه مش عالي قوي أوكي. وفكرة إن هو ما ياخدش فيتامينات حاببها، بيبقى عملنا التارجت بتاعنا يحب الحلويات سنه شويه بيكتر منها احيانا فنبقى ادينا له عمليه وسط بين الاثنين هيستفيد من التحويل ان هو
السويتس والفايت ومفيش نقص فيتامينز، دي الميدل جراوند اللي احنا بنتكلم عليه بالظبط، وهيستفيد ان هي برضو زي التكميم هتخسسه كويس. الحديث بقيه ان شاء الله، وانت نورتني النهارده يا دكتور. ان شاء الله. شكرا جزيلا. بشكر استاذ دكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، رئيس الرابطه العربيه لجراحات السمنه والسكر، وعضو الفيدرالية الدوليه لجراحات السمنه والسكر. نورتني النهارده يا دكتور. شكرا جزيلا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.